الحمد لله واهب النعم وأفضل الصلاة والسلام على سيدي البشر والأمم أبي القاسم وعلى بضعة الرسول والمعصومة الكبرى فاطمة الزهراء وعلى أولادها الهداة أصول الكرم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج أخلاق فاطمية. من أخلاق أولياء الله الصادقين خلق التواضع، ولقد نصت الكثير من الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على أن من تواضع لله رفع، أي أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الإنسان المتواضع إليه ويقربه إليه، وكذلك يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الناس أمام الناس. فاليوم عندما نتحدث عن هذا الخلق نتحدث عن مولاتي الزهراء عليها الصلاة والسلام. قد بلغت مولاتي عليها الصلاة والسلام ذروة مراتب هذا الخلق، فنجد هذا الخلق الفاطمي وهو التواضع كان في سيرتها، كان في حياتها، كان من أبرز أخلاقها. مشاهدينا الكرام، اليوم سوف نتحدث عن التواضع الفاطمي، لكن في بداية الموضوع اسمحوا لي بأن أرحب بالضيفة الدائمة لبرنامج أخلاق فاطمية الباحثة الإسلامية ست سناء الكعبي. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى مشاهدينا الكرام أبلغهم من هذه القناة أفضل التحية والإكرام إن شاء الله. نعم ست سناء، اليوم عندما نتحدث عن هذا الخلق الفاطمي وهو التواضع، يا ريت لو تسلطي الضوء على تواضع سيدتي ومولاتي الزهراء عليها الصلاة والسلام. نعم. بأكثر من آية قرآنية وأحاديث مروية ومعتبرة لأئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم يحثون على هذه الصفة التي تعد من ضمن صفات حسن الخلق، ألا وهو التواضع. بحيث لو نأتي قبل أن ندخل إلى بيت مولاتي الزهراء أو حياة مولاتي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: التواضع المتواضع رفيع والمتكبر وضيع. وهناك حقيقة آيات إن شاء الله نسترسل بها من خلال المحاور، لكن التواضع هو صفة المؤمن صاحب الإيمان الحقيقي. المتواضع هو من يرى حقيقة روحه، حقيقة نفسه. الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام كانت تضرب لنا المثل الراقي كيف يكون التواضع، لأنها حقيقة، لأنها فاطمة. فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام كانت متواضعة مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ومع أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام ومع المؤمنين، أي مع الناس، مع المجتمع. فكانت تطبق تلك الصفة، هي صفة التواضع، بأقصى درجاتها، إلى أن وصل بها حقيقة بتواضعها أن جيء إليها بفضة لكي تساعدها في البيت أو في مهامها. الزهراء لكون كانت عندها مهام، كان لا تعامل حقيقة، هي هم رسالة لبعض العوائل، كانت لا تتعامل مع فضة كخادمة. نعم. فكانت تقسم المهام يوم لها ويوم لفضة. نعم. هذا من ضمن التواضع الاجتماعي. كانت تتواضع مع النسوة اللواتي كانوا يحضرن لأخذ الدروس من فاطمة الزهراء عليه السلام، تواضعها مع الفقير، تواضعها مع المسكين، تواضعها تلك المرأة بتواضعها، كانت لا تفارق الرحى، لا تفارق المغزل، وهي سيدة نساء العالمين.
وهي المسؤولة، وأكررها حقيقة بأن هي المسؤولة القسم النسوي بدعوة الرسالة الإسلامية أو الرسالة العالمية الإنسانية. نعم أحسنتم. وكذلك يا بنت الرسول وهي أم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن بهذا الخلق الفاطمي وهو التواضع قد عاشت هذه العيشة المكللة بهذا الخلق وهو التواضع. لماذا هذا الحث الكبير من قبل الإسلام والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بخصوص هذا الخلق وهو التواضع؟ نعم، الله سبحانه وتعالى حينما يقول في إحدى آياته يقول عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. نعم. العبد هو من يطيع الله. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. أنا كيف أثبت بأنني عبد من عباد الله؟ مثل ما نقول عبد بطاعتي لله سبحانه وتعالى. نعم. الإسلام حينما يحث على هذه الصفة اللي هي من ضمن الصفات العبد المطيع لله سبحانه وتعالى، أي يرى بنفسه من أين بدأ ومن أين وإلى أين ينتهي. يعني وجوده في هذه الدنيا وجود وقتي، إذا هذا الوجود الوقتي في هذه الدنيا بتواضع بالمعاملة الحسنة مع عائلته، خب يخرج من الإطار الأسري إلى الإطار المجتمعاتي، تواضع مع المجتمع، هذا رح يبين للمجتمع ما هي مواصفات العبد المطيع لله، ما هي مواصفاته كإنسان. نعم. كإنسان بأكثر من رواية وقول عجبت على المتكبر. نعم. فلينظر ممن خلق وغداً ما يكون، خلق من نطفة نجسة. نعم. وغداً جيفة نتنة. نعم. إذا يتفكر هذا المتواضع وكذلك المتكبر. نعم. الذي سنأتيه. نعم إن شاء الله. المتواضع لو رأى حقيقة أمره، فحث الإسلام لأن المتواضع سيكون ذات تآلف مع أفراد مجتمعه. نعم. ذات تآلف مع ومحبة ومودة ما بين، ما راح تكون طبقية حقيقة. نعم. أنا حب الأنا هذا ينتهي. نعم. حب الذات ينتهي، يحاول أن يدحضه بمن؟ بذلك التواضع، التواضع الممدوح. نعم، مهما وصل إلى درجات علمية، إلى أحسنتم. مستوى اجتماعي أو ربما كان من الأغنياء، مهما كان أي منصب يعتليه يجب أن يتحلى بهذه الصفة، لكن بنفس الوقت عندما أعطى وأمر الإسلام الإنسان بأن يتخلق بهذا الخلق وهو التواضع، هل يوجد هنالك تواضع مذموم؟ نعم، العزة لله ولرسوله. نعم. وللمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يكون عزيزا لا يكون ذليلا. نعم. يصل الأمر أحيانا هذا المتواضع لمن أن يكون ذليلا، ذليل. نعم. يتذلل لمن يريد أن مثلا لمصلحة معينة، فيتواضع بطريقة حقيقة يفقد به شخصيته، يفقد به احترامه على أنه متواضع لكنه ذليل، فهذا طبعا التواضع هو مذموم. نعم. لكون مثلا فأكو مثل أحد الأساتذة الفضلاء يضرب مثلا يذكر فيه بأن العالم أو الأستاذ إذا أراد أن يتواضع خب بعلمه، يتواضع لا ينظر للناس بأنه هو عالم وذاك جاهل. نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. أحسن الله إليكم، لكن يقول بأن هذا العالم له مكان خاص مثلا يريد أن يجلس به. نعم. يقول لا سأتواضع وأذهب إلى الباب مثلا. نعم. باب الحلقة أو باب الدرس. نعم. قل لا، أنت مكانك هذا، أنت ملابسك هذه ترتدي ملابس تليق بك كمكانتك الاجتماعية المادية، لماذا تنزع هذه الأمور كليتها حتى مثل ما نقول شلون تصبح ذليلا وليس متواضعا؟ هذا ذلة وليس تواضع. فهذا المؤمن عزيز عند الله لا يريد منه ذلة بل تواضع، هونا يمشون هونا في الأرض، لكن لا يريد أن يكون له الذلة.
نعم. أحسنتم. فاليوم احنا نشاهد ان هنالك الكثير من المشاكل في المجتمع، من ضمن هذه المشاكل هي التكبر، فأصبح من الأخلاق السائدة السلبية في المجتمع، ما هي الأسباب؟ نعم، نأتي أولا إلى التكبر. التكبر هو أن يرى ذلك المتكبر نفسه هو أفضل من الغير. نعم. يقدم نفسه على الآخرين، فتأتيه تلك الصفة الاستعلائية على الآخرين، فيعجب بنفسه، إلى أن من يعجب في نفسه طبعا يصل إلى النتيجة هذه اللي تفضلتوا بها حضرتكم، هو التكبر، أن ينظر إلى نفسه أفضل من الآخرين. هاي خلصنا. من نظر إلى الآخرين نظرة استعلائية، هسه قد يكون هذه النظرة استعلائية جاءت من شو نقول ماديا، قد يكون وجاهة صارت عنده، أو في مؤسسة معينة، أو اعتلى مركزا، أو حتى بالعلم. تأتي هذه، نعم تأتي هذه، نستجير بالله. التكبر أن ينظر أنا مثقف وذلك جاهل، أنا عالم وذلك جاهل، لكن إن راجع فهو فقير إلى الله، أنت الغني وأنا الفقير. هذه الأسبابها مثل ما قلنا، هو شعوره من خلال طبعا دراسات، شعوره بالنقص هذا المتكبر. ظاهرا تجدين عنده أموال فتكبر، لكنه يعاني من نقص في شخصه، في جوهره، في روحه، في إيمانه. فأدى به إلمن إلى هذه الصفة. فما هي مساوئ هذا التكبر؟ أكيد هذا التكبر راح يقود هذا الإنسان المتكبر إلى مساوئ، ما هي؟ أولا حقيقة هذه المساوئ هي دنيوية وأخروية. نعم. في نعم. نعم. ست سنة عذرا للمقاطعة، إن شاء الله راح نعرف هذه الأسباب أو هذه المساوئ التكبر بعدما ننتقل نحن وإياك والمشاهد الكريم إلى الاستطلاع. نواصل نحن وإياكم مشاهدينا الكرام بعد الاستطلاع برنامج أخلاق فاطمية. التواضع هنا صفة من صفات المؤمنين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم لتغفلون عن أقرب العبادة إلى الله ألا وهي التواضع. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله: من تواضع لله رفعه الله. وأيضا قول لأمير المؤمنين، وهو بيت شعري: ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو رفيع، وكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. فالتواضع من صفات المؤمن. التواضع صفة محبوبة من قبل المجتمع، والإنسان المتواضع إنسان محبوب مقبول غير مكروه في المجتمع، وبعكسه الإنسان المتكبر. الشخص المتكبر كالشخص الذي يقف على التلة أو الجبل، يرى الناس صغارا، بالمقابل الناس هم ترى صغيرا. التواضع هو رفعة وقضية أخلاقية حميدة، لأنه سمو الأخلاق والصفات الحميدة، كما عرفه علماء الأخلاق بأنه هو اللين للخلق والخضوع إلى الحق. وقد حث القرآن الكريم المؤمنين على التواضع. طبعا مسألة أو قضية التكبر أو الاستكبار التي ذكرت في القرآن الكريم ذكرت على أحداث وتواريخ متعددة مر بها الجنس البشري من آدم وإلى انتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فلو استقرأنا بعض الآيات القرآنية التي تتكلم
على التكبر، مثل آية السجود لآدم من قبل إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فأبى واستكبر. فإذا لاحظنا هذه لفظة الاستكبار نجد أنها تتمثل في شخصية أنه حب الأنا وحب الذات وقضية السلطوية، وأنه لا بد أن يكون أعلى من آدم من الجنس البشري الذي خلق من طين. وأيضا إذا استقرأنا آيات أخرى متعددة مثل آية من سورة الأعراف، قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء. هذه قضية الاستكبار أنه يكون مبعد من قبل الله تعالى. عدنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشكر موصول للأخوة المتحدثين الذين أفدوا بآرائهم بخصوص حلقتنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيها عن التواضع الفاطمي. أكيد نعود بالحديث مع ست سناء الباحثة الإسلامية. قد تحدثنا قبل الاستطلاع على أسباب التكبر، يا حبذا لو نتحدث عن مساوئ هذا التكبر. نحن قلنا بأنه هذا المتكبر هنالك يعاني من نقص، يعني شلون بالتعبير العصري يعاني من مرض نفسي لا يتظاهر بهذا. طبعا النقص اللي عنده يحاول أن يتظاهر بما قد علّ مقامه، بنظره هو علّ مقامه. المتكبر سيكون شخص، طبعا لا أريد أن أحاول قدر إمكان أن أجمل فد كلمة، لكنه في الدنيا سيكون غير مرغوب فيه. نعم. بأي مكان حقيقة، حتى وإن كانوا يتظاهروا له بالرضا أو بالاستقبال، لكن ما أن هذا الأمر الذي تكبر من أجله ها اختفى سيتظاهرون له بالصورة الحقيقية. طبعا هاي بعض إضافة إلى ذلك، المتكبر يكون منبوذا أينما حضر. نظرة المجتمع له بأنه متكبر، حتى وإن حاول قدر إمكان أن يغطي هذه الصفة فإنها واضحة من خلال أفعاله، من خلال سلوكه، من خلال معاملته. فبعض المتكبرين يقولون نحن لسنا بمتكبرين مثلا، لكن أفعاله وسلوكه وأقواله هي واضحة جدا كوضوح الشمس. فترين بأن مرفوض اجتماعيا حقيقة، مساوئ حقيقة عديدة له في الدنيا هذا اللي ذكرت لكم إياها، وأما في الآخرة فهنالك عذاب خاص المتكبرين. ويل ويل ويل، الله جعله في سقر. فالطبقة التي فيها المتكبرين تنادي الله سبحانه وتعالى، تقول له: إلهي اجعلني أتنفس. بالآخرة وهم ضمتهم للمتكبرين، فالله سبحانه يأذن لها بالتنفس، يقول فتحرق جهنم بالتنفس ملتها. هذه الطبقة التي احتوت المتكبرين تحرق جهنم. إذن شنو هذا فيحشر المتكبر كالنملة أو لا كالذرة التي لا ترى بالعين فتطأها الأقدام. نعم، نستجير بالله من هذا الخلق السيء. أحسنتم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بأن حقيقة لما هذا المتكبر، هو وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مضمون أحاديثهم ورواياتهم، بأن لما يعطون عنوان المتكبر هو الوضيع، هو من القباحة أو القبيح، فهي صفة من الصفات الذميمة التي يجب ألا يتصف بها الإنسان كيفما ذا كان مؤمن. اليوم ست سناء، البعض من الأهالي، الآباء، الأمهات يعلمون أبنائهم على صفة التكبر
ولا يعلمونهم هذا الخلق وهو التواضع. يقول له أنت ابن فلان، أنت أبوك فلان، تنتمي إلى النسب الفلاني، فيزرع في نفوس أبنائهم هذه الصفة الرذيلة السيئة وهي التكبر. ماذا تقولين لهم؟ ما هي النصيحة التي توجهيها لهم؟ أو ربما يكون هو من عائلة غنية ويكون صديق له من عائلة فقيرة، يمنعون من مصاحبة هذا الشخص الفقير، هذا الصديق الفقير، لأنه شخص غني ويمتلك هذه الأموال وغيرها من هذه الصفات الاجتماعية. في هذه الدنيا كل شيء فان. أي أملاك، حتى إذا مات الإنسان كل شيء ينقطع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقول بأن انغرست في أبنائك هذه الصفة شيئا فشيئا، لأن تنمو فتصبح تكبر. هذا الأولد سيتكبر ليس فقط على ذلك الفقير، لا، سيتكبر عليك أيها الأب، سيتكبر عليك، سيتكبر عند الكبر، كبرك عندما تصل إلى أرذل العمر. فحاول أن تجعل من هؤلاء الأبناء صدقة جارية لكم. هذه الصدقة الجارية تكون شنو؟ تكون ليس متكبرة، لا تتكبر على خلق الله، لا تصل هذه نقول هذه الصدقة. أنا أعتبر حقيقة دائما ألقب الأبناء صدقة جارية، لأن هكذا لقبها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من ضمنه. فحاولوا قدر إمكانكم أن تغرسون بأبنائكم التواضع، حب لأخيك ما تحب لنفسك، خير الناس من نفع الناس. لأن التواضع حينما قام به سيد المرسلين، حينما اتصف به سيد المرسلين، حينما اتصف به سيدة نساء العالمين. حاولي أنت أيتها الأم وأنت أيها الأب، كلنا من تراب، كلنا من تراب، وكلنا من آدم، وآدم من تراب، إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد من أن حقيقة هذا من ضمن أريد أن أشير إشارة. نعم تفضلي. من ضمن حنقول مضامين السجود لله سبحانه وتعالى هو تنمية إعطاء تدريب بالتواضع لمن؟ للمصلي. ولهذا أحب شيء لله سبحانه وتعالى للعبد أن يراه بسجوده. نعم، عندما عصى إبليس وتكبر. أريد أن أعرج سبحان نعم. الله على هاي. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم يحفظكم. حينما لم يسجد، أمره بالسجود لم يسجد، أبا واستكبر، واستكبر، بينما قد عبد الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن شوف سوء العاقبة. نعم. ولهذا حينما نسجد يشرح لنا التربية الروحية من خلال الصلاة الخاشعة حقيقة بأدائها وحركاتها. حينما نسجد على التراب وليس للتراب، حتى لا تكون في الشبهة، أننا نسجد على التراب وليس إلى التراب، نسجد على التراب بأن نحن سنرجع، إنا لله وإنا إليه راجع، سنرجع في هذا اليوم، خلقنا من هذه التربة وسنرجع إلى هذه التربة، فعلى ما أتكبر. نعم أحسنتم. ست سناء، قد البعض من المتواضعين الذين يحملون هذه الصفة وهو التواضع الممدوح ليس التواضع المذموم يلاقون مشاكل. من ضمن هذه المشاكل إن الطرف الآخر الذي يتعامل معه يعتبر هذا الإنسان المتواضع هو نوع من ضعف الشخصية. كيف يتعامل مع هذا الشخص الذي ينظر إلى هذا الإنسان المتواضع يتحلى بهذه الصفة الجميلة؟ ليس إنه إنسان متواضع، بل إن لديه ضعف في شخصيته. صاحب التواضع الممدوح لحضرتكم طرقت له، لابد أن يكون صاحب رسالة. مع هذا التواضع قوة شخصية. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كان من بتواضعهم من يأتي الغريب الذي لا يعرفهم، حينما يأتون يهجمون
على أئمتنا لو نجي نرجع شوية إلى التاريخ حياتهم وسيرتهم نجد من أخلاقهم التواضع طبعا. فحينما يأتي شخص يهجم عليهم يسبهم يشتمهم، مر رواية ويا الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام من ذلك الغريب الشامي حينما أتى هجم على الإمام الحسن عليه السلام، حينما انتهى من شتمه وهجومه وإذا بالحسن عليه السلام يظهر قال إن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عاريا كسوناك وأنت غريبا، فقال تعجب ذلك الشامي. أقصد حقيقة بأن مع هذا التواضع أن أبلغ رسالة بأن أنا تواضعي لله، أنا أتواضع لا نقصا في شخصي لا ذلة، إنما أتواضع أنت مثلي، لكن هذه قد يكون أنا مثل ما نقول لم أحصل على الدكتوراه وأنت قد حصلت على الدكتوراه، أنت قد يكون في أكملهم راح أصل إلى الدكتوراه، فأوصل رسالة. أو ذلك مثلا فلاح وذلك خلينا نقول فد مهندس، يعني ألقاب، هذه الألقاب الدنيوية خلينا نقول عليها، خب أظل أنا مقتنعة بمن مقتنعة بما رزقنا الله سبحانه وتعالى فتواضعت. بنفس الوقت أبين رسالة ألا أكون ذليلة بأن التواضع لله فقط. كيف نتأسى بهذا الخلق الفاطمي؟ بكلمة أخيرة توجهيها للمشاهد الكريم. أن الإنسان مهما اعتلى مكان في هذه الدنيا ومهما ارتقى في مركز اجتماعي أو وجاهة اجتماعية فهذا كله في لحظة من اللحظات سيذهب، وما عند الله خير وأبقى. نعم أحسنتم الست الباحثة الإسلامية ست سناء الكعبي، شكرا لانضمامكم معنا في برنامج أخلاق فاطمية، وشكرا لهذه المعلومات التي قدمتيها لنا والمشاهد الكريم، جعلها الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ولكم منا خالص الدعاء بالموفقية، وأنتم حقيقة هذه تحتضنون هذه المواضيع وهذه الأزمات أنا أعتبرها الاجتماعية حتى نرتقي سوية بمجتمع راق نهيئ لدولة الإمام الحجة المنتظر عجل الله له الفرج. والشكر الموصول طبعا لقناة كربلاء الفضائية مع جميع كوادرها إن شاء الله، حفظكم الله ورعاكم وفي رقي إن شاء الله دائما. نعم إن شاء الله، شكرا لكم على هذا الإطراء الجميل. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أخلاق فاطمية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج أخلاق فاطمية. إلى ذلك الحين أترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.